أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تباءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مورقا، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهل. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قوله: ثم إن السامع لما توفرت رغبته قال: وكيف لي بذلك؟ فقال، وهذا هو البيت الرابع من أبيات لامية الأفعال لسيدنا الإمام ابن مالك رحمة الله عليه. قال الناظم رحمة الله عليه: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. قال مرة ثانية: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. هذا هو. أولا، هذا يقول معنى البيت في مجملا: أيها الطالب، يا من تشوقت إلى معرفة المبتغى والمقصود من هذه المنظومة، يا من تشوقت إلى معرفة المقصود من هذه المنظومة، فهذا هو النظم الذي يوقفك على مبتغاك. فهذا هو النظم الذي يوقفك على مبتغاك، فخذه واعتني به، واحفظ ما فيه
من متون اللغة واحفظ ما فيه من متون اللغة. يبقى هذا هو المعنى العام لهذا البيت، هذا هو. طيب نأتي إلى تحليل أو شرح كلمات البيت. الفاء هنا يا مولانا الشيخ فخري أوصلك الله بسلامة الله وتقبل الله منك عمرتك، وأسأل الله أن يعني يلحقنا بك إلى العمرة والحج نحن وهؤلاء جميعا، فأسأل الله أن يوصله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير، ويعود إلى مصر أيضا بالخير واليمن والبركات. وكذلك الشيخ عليم، وهو أيضا سيذهب إلى العمرة صحيح؟ إن شاء الله. فأسأل الله أن يتقبل منه عمرته، وأن يرزقنا حج بيته الكريم وعمرته. ها إحنا جميعا الشيخ شوال صحيح سيكون معنا إن شاء الله، هذا هو. نسأل الله ذلك بإذن الله تعالى. طيب نعود فنقول يعني الواحد يشتاق إلى 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 الكعبة، يشتاق إلى الكعبة، مشتاقون إلى الكعبة وإلى إلى إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير يا شيخ نجوم. أمال فين الشيخ أيمن؟ سيأتي هو بل الآخر. طيب لا بأس. هنا فهاك، هذه الفاء يا أولاد هي قلنا هي الفاء الفصيحة، هي الفاء الايه؟ الفصيحة. وسميت بالفصيحة لأنها تفصح عن شرط المقدر، هذا رأي عند العلماء. وقال آخرون بل إنها تفصح عن أي شيء محذوف أو أي شيء مقدر محذوف. يعني فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. قال أصحاب الرأي الآخر أو أصحاب الرأي الثاني أن الفاء في فانفجرت هي فاء الفصيحة. ليه؟ لأنها دلت على محذوف مقدر، فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. يبقى الفاء دي فاء الايه يا أفيقة؟ اسمها الفاء الفصيحة. عند أصحاب الرأي الثاني يقولون إن الفاء الفصيحة هي التي تنبئ عن أي شيء مقدر، ليس شرطا أن يكون شرطا، ليس شرطا أن يكون المحذوف شرطا، لكن أي شيء محذوف يبقى الفاء اللي بعدها إيه اسمها فاء الفصيحة. يعني هنا بقول لك فإذا أردت أيها الطالب أن تعرف هذا النظم الذي يوصلك إلى مقصودك فخذ تبييني، كما قال الآخر فخذ إيه تبييني. ده مين اللي قال كده؟ فخذ تبييني، فخذ تبييني، فخذ تبييني. مين؟ الشيخ سليمان القرصبي. ايوه في تحفة الايه؟ في تحفة الاطفال. ها؟ هذا هو. نعم، فخذ تبييني قال لك هنا فهاك نظما، يعني خذ نظما. يبقى الفاء فاء الفصيحة. طب هاك ايه هاك ديت؟ قال لك هاك دي اسم فعل امر. اسم فعل امر بمعنى خذ. واضح؟ نعم. وبعدين اسم الفعل الامر ده هو ها. يبقى احنا عندنا انواع ثلاثة من ها. عندنا ها اسم فعل امر بمعنى خذ، وهو اسم فعل امر سماعي ليس قياسيا وليس مركبا،
لأن أسماء الأفعال الأمر على أنواع ثلاثة: قياسية ومركبة وسماعية. ده سماعي، واضح؟ هذا هو. فهذا يبقى دي النوع الأول. النوع الثاني اللي هو الضمير الغائبة المؤنثة المفردة: كتابها، واضح؟ النوع الثالث اللي هو ها التنبيهية التي في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ويا أيتها النفس المطمئنة، وأيضا هذا وهذه، فها أيضا للتنبيه. يبقى ها للتنبيه، إما تأتي في أول الكلمة أو تأتي في نهاية الكلمة. أيها المنادى أصلا أصله أي، هذا هو. ثم دخلت عليها ها التنبيهية أو ألحقت به ها التنبيهية، واضح؟ طيب إيه الكاف ديت؟ قال لك الكاف دي حرف خطاب، لأن من الممكن أن تغير هذا الحرف بتغيير المخاطب، فنقول هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن، واضح؟ طيب هاك هذه، هاك فيها لغة ثانية كما ذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه في كتابه العوامل، يقول لك فيها لغة ثانية وهي بالهمز هاء، هاء، والهمزة هذه تضبط بحسب المخاطب: هاء وهائي وهاؤما وهاؤم وهاؤن، ومنها هاؤم اقرأوا كتابية، واضح هذا؟ نعم. طيب إذن هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أيها المريد أو أيها الطالب أو أيها المشتاق إلى معرفة مقصودك ومبتغاك. فهاك نظما، النظم هو الكلام المقفى، الكلام المقفى أو الكلام المنظوم على طريقة معينة، الكلام المنظوم. ولذلك القرآن ما نقولش إنه منظوم، لأن القرآن فوق هذا وذاك، ليس شعرا وليس كذا وليس كذا. وإن كان الشيخ عبد القاهر الجرجاني سمى نظريته في إعجاز القرآن بنظرية النظم، لا يلزم منها أن يكون القرآن منظوما، ولكن النظم هنا في تسمية هذه النظرية أي نظرية النظم، أي طريقة القرآن الكريم، الطريقة المعجزة في القرآن الكريم. يبقى حينما قال الشيخ عبد القاهر نظرية النظم لم يقصد بها أن القرآن منظوم، لا، وإنما يقصد بها النظم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي هو الكلام المنظوم المقفى على البحور أو الأبحر المعروفة، بحور الشعر العربي، لكن هو لا يقصد المعنى الاصطلاحي وإنما يقصد المعنى الإيه؟ اللغوي. هذا هو. فهاك نظما محيطا، أحاط بالشيء إذا أدرك جميع جوانبه. إذا أدركت جميع جوانب الشيء فأنت قد أحط به علما، هذا هو. وهذا النظم يجعلك محيطا بالمهم في مقصودك ومبتغاك من هذا الفن اللي هو فن الصرف، مع الوقوف على معرفة اللغة والمواد اللغوية، لأن احنا قلنا وضع فيها أكثر من 2000 جذر لغوي أو مادة لغوية، صحيح؟ فهاك نظما محيطا بالمهم، والمهم الأمر الذي
الذي يهمك شأنه، الأمر الذي يهمك شأنه، يبقى هذا المهم، الشيء المهم الجلل الخطير الذي ينبغي أن تعتني به وأن تعرف مكنوناته وغير ذلك، هذا المهم. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل، لأن هنا قال لك أشار بذلك بهذه الجملة الاستئنافية، أشار إلى أن هذا النظم إنما نظمته من أجل القواعد الكلية. جئت فيه لك بالكليات، أما أفراد هذه الكليات وأجزاؤها فعليك أنت أن تبحث عنها في بطون المعاجم. ولذلك الشارح اللي هو سيدنا بحرك قال لك سأوقفك على ما أراده الناظم، يعني أنا سأقدم لك من المواد اللغوية ما يحقق رغبة الناظم ومقصود الناظم اللي هو سيدنا ابن مالك، لأن الإمام الشيخ بحرك في شرح الكبير أتى بمواد لغوية كثيرة جدا وأراد بذلك كما قال وذكرنا في المرة السابقة، كما قال أنه أراد أن يحقق مبتغى سيدنا ابن مالك من هذه المنظومة، صحيح؟ قلنا الكلام ده المرة الماضية. فهذه الواو استئنافية، وقد يحوي، وقد هنا ليس للشك وإنما هي لليقين، وإنما هي لليقين على حد قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد يعلم الله المعوقين منكم، يبقى قد في هذه المواضع القرآنية إنما تدل على اليقين ولا تدل على الشك، هذا هو. وقد يحوي التفاصيل، التفاصيل مفعول به مقدم. وقد يحوي التفاصيل من، أدي الفاعل هو اسم موصول في محل رفع فاعل، من يستحضر الجملة، يستحضر هنا مضارع مرفوع، ولكن جاء بعد ذلك يستحضر الجملة، الجملة مفعول به منصوب، هذا هو. والجمل الأمور الكلية التي قلناها، والتفاصيل الجزئيات والأفراد التي قلت عنها قبل ذلك. نأتي إلى ما قاله سيدنا بحرك في ذلك، قال فهاك اسم فعل، اسم فعل بمعنى خذ. نعم يستحضر الجملة. طبعا خطأ في هذه الكسرة التي تحت الراء خاطئة. نعم خطأ، من يستحضر الجملة، لأن هنا يستحضر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ومن هنا فاعل، فاعل يحوي. فالشكلة الموجودة في الراء هذه خطأ، وهي إيه؟ يستحضر الجملة، هذا هو. واضح؟ نعم تفضل. طيب قال الشارح رحمة الله عليه فهاك اسم فعل، اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه حرف خطاب يفتح للمذكر ويكسر للمؤنث ويثنى ويجمع، وهذا ما عليه النحاة، تقول هاك وهاك وهاكما وهاكم
وها كنا. وقد يبدل من الكاف همزة تتصرف أي الهمزة كتصرفه أي كتصرف الكاف، فيقال هاء للمذكر بفتح الهمزة وهاء للمؤنث بكسرها وهاؤها. وقال سيدنا عبد القاهر وهاؤهما أيضا، عبد القاهر قال ذلك وهاؤهما وهاؤهما وهاؤم وهاؤن. هذا هو. وبهذه اللغة يعني بإبدال الكاف همزة جاء قوله تعالى هاء مقرأوا كتابيا. وطبعا أنتم تعرفون كما قلت قبل ذلك في مجلس القطر هاء مقرأوا كتابية، هذا من باب التنازع، من باب الايه التنازع. وقلنا الآية دي قبل ذلك لأن هاء عامل، اقرأوا عامل، وكلا العاملين تنازعا كتابية. واضح؟ هذا أي قبل عبد القادر في المثنى فقط أو في المثنى فقط. هاؤما هاؤهما في المثنى فقط، وهذه لغة ذكرها عبد القاهر في العوامل، في العوامل المئة، في كتابه العوامل المئة. قال ونظم الشيء تأليفه على وجه مخصوص، هذا في المعنى الاصطلاحي. ومنه نظم الشعر، يقال نظمه ينظمه، من باب ضرب يضربه، هذا من باب ضرب يضربه. نظمه ينظمه كضربه يضربه نظما ونظاما، أي جمعه وألفه. قال والإحاطة بالشيء إدراكها أو إدراكه من جميع جهاته. ومن هنا جاء كلمة الحائط، لأن سمي الحائط حائطا لأنه يحيط بالمكان من كل جانب إلا القوة التي القوة بالكاف، إلا القوة التي ينفذ منها الإنسان في الدخول والخروج وهو يسمى الباب. هذا هو. والمهم الأمر الذي يهمك شأنه، يهمك شأنه. قال والتفاصيل الأمور الجزئية اللي هي الجزئيات أو الأفراد، كمعرفة أفراد مواد اللغة مثلا كما يقال يعني. هذا هو. وطبعا سيدنا الشيخ بحرك ذكر ذلك وذكرناه والحمد لله في المجلس السابق. والجمل المقصود بها الأمور الكلية اللي هي القواعد العامة، كمعرفة الأبنية والأقيسة مثلا. والمعنى أن هذه المنظومة قد احتوت على المهم من علم اللغة، خلي بالك، وهو الأبنية والأقيسة التي يتوصل بها إلى حفظ أفرادها ورد كل نوع منها إلى أصله، وذلك مما يدعو الطالب إلى حصر المواد واستقرائها. وقلنا الاستقراء هو التتبع، تتبع الجزئيات من أجل أن تصل إلى الكليات، هذه معنى الاستقراء يا أولاد، تتبع الأفراد أو تتبع الجزئيات من أجل أن تصل إلى الكليات. هذا هو. مرة ثانية، الاستقراء منهج علمي يقوم على تتبع الجزئيات أو الأفراد إلى أن تصل بعد ذلك إلى الكليات. هذا هو الاستقراء. واضح؟ نعم.
نأتي إلى إعراب البيت يا طلاب العلم، لأننا احنا اتفقنا على أننا إن شاء الله سنعرب هذه المنظومة بإذن الله تعالى وبحوله وقوته. نعم. فهاك قلنا الفاء فاء الفصيحة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هاك ها اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بمعنى خذ، وفيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والكاف حرف خطاب مش ضمير يا شيخ فخر، معايا عليم؟ معايا إكرام؟ حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نظما مفعول به منصوب باسم الفعل وعلامة نصبه الفتح. محيطة صفة لنظمة، وللنعت حكم المنعوت تبعه بالنصب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. محيطا بالمهم، الباء حرف جر، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المهم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بقوله محيطا، لأن محيط اسم فاعل عامل لاعتماده على موصوف وهو كلمة نظما. نظما محيطا بالمهم، فمحيطا عامل في شبه الجملة الذي هو بالمهم، يبقى بالمهم معمول ومحيطا عامل، واضح؟ محيطا بالمهم. وقد الواو استئنافية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحوي قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يحوي مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر بالياء. وقد يحوي التفاصيل مفعول به مقدم منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مؤخر. يستحضر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على من. الجمل مفعول به منصوب بيستحضر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق. والجملة الفعلية التي هي يستحضر الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والصلة هي الضمير الذي هو. واضح؟ هذا هو إعراب البيت يا طلاب العلم. هل هناك سؤال في معنى البيت أو في إعرابه أو في معنى ألفاظه؟ من أراد ذلك فليتفضل بالسؤال. إعراب حاضر. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، فاعل للفعل يحوي، أصلها يحوي من يستحضر الجمل التفاصيل، واضح؟ فمن هنا فاعل. ثم
جاء بعد من يستحضر الجملة. جملة فعلية تتكون من فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره هو، وهو الصلة، وهو الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول. والجملة مفعول به منصوب والألف للإطلاق. والجملة الفعلية التي هي يستحضر الجملة كلها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. واضح يا شوال؟ فين؟ لا لا هذا خطأ. قول له يا شيخ فتح الله. فاهم يا عيد؟ فاهم؟ أكرر لك سيدنا معاذ، أكرر لك ها سيدنا الشيخ فتح الله مولانا ها. طيب من لهم سؤال؟ تفضل يا شيخ. هاك الكف هو حرف خطاب. حرف خطاب لا محل له من الاعراب. نعم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ممكن نقول مضاف اليه؟ لا حبيبي، مضاف اليه يكون لابد ان يكون اسما، لان المضاف اليه بيكون ايه يا اولاد؟ مجرور، والجر من علامات الاسماء، أليس كذلك؟ وهذه الكاف حرف، والحرف لا ليس له إعراب. هناك فرق يا شيخ شوال يا ابني يا حبيبي بين كاف المخاطب، ضمير الذي يدل على المخاطب أو المخاطبة، وبين كاف الخطاب. الخطاب ده مصدر، كلمة الخطاب مصدر، المخاطب ده اسم مفعول. في فرق بين كاف المخاطب وبين كاف الخطاب. ها؟ زي إياك نعبد، الكاف دي اسمها كاف الخطاب، مفعول الضمير إيا، يبقى إيا ده الضمير. ولكن من أجل أن نفرق بين معاني الضمير جئنا بالحروف الدالة على المخالفات، يعني إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، إياي، إيانا. لكن الضمير إيه هو؟ إيا. طب مال إيه إياي دي بقى؟ قال لك الياء دي اللي في إياي، الياء دي حرف يدل على التكلم، مش متكلم بقى. ها؟ في فرق بين المتكلم والتكلم. إياه الهاء دي تدل على الغيبة مش الغائب، فاهم؟ الغائب. يبقى ده ايه؟ اسم. يبقى ده اسم ضمير له محل من الإعراب. كتابه، يبقى الهاء دي مضاف إليه، لكن إياه الهاء دي ملهاش محل من الإعراب. فهمت؟ فهمت؟ بارك الله فيك. ها ايه تاني يا اولاد؟ خلاص قول سؤالك. طيب الشيخ مولانا الشيخ فاخر، ها لك سؤال يا مولانا. طيب نعم يا حبيبي. ايه اياه؟ هاء الغيبه. ليس مضاف اليه، وإنما هو حرف يدل على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب. كذلك الكاف، كتاب كاف حرف خطاب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جيد؟ أكرر؟ بارك الله فيك، زادك الله علما. قولوا آمين يا أولاد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في صلب المنظومة أريد أن أنبه على شيء، وهو المنهج إن شاء الله الذي نسير عليه، وهو ليس تقريرا وإنما هو استشارة، يعني وكأني أستشيركم الآن. المنهج الذي أردت أو أريد أن أسير بإذن الله سبحانه وتعالى
وبتوفيقه وبمدده وبمدد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن نأتي بالجذر اللغوي بالمادة اللغوية للفعل ثم نتكلم عنها أو عن معانيها في اللسان. فما رأيكم في هذا المنهج الذي أريد أن أسير عليه؟ هل نكتفي بالجذر اللغوي؟ هل نكتفي بالجذر اللغوي الذي يسوقه سيدنا بحرك؟ ولا نتوقف على معانيه في اللسان من غير تطويل؟ ماذا ما رأيكم؟ ها؟ مفردات النظم صح؟ مفردات لا المادة اللغوية المادة المواد الفعل. ممكن مثال؟ نعم. ممكن مثال بسيط حتى. يعني مثلا مثال بسيط فهمت أنت؟ فهمت. ما رأيك؟ طيب ها. يعني مثال بسيط في صفحة 24 يقول مثال الرباعي لازما حشرجة. هذا فعلا ده جذر لغوي جذر لغوي صحيح؟ قال هنا سيدنا بحرك حشرج عند الموت أي غرغرة وتردد نفسه هكذا فقط. هل نكتفي بذلك ولا نعود ما شاء الله عليك ولا نعود إلى اللسان نقف على بعض المعاني لحشرجة دون تطويل؟ ها نفعل إيه؟ من أراد أن نكتفي بذلك بكلام سيدنا بحرك يرفع يده. ها من أراد أن نكتفي بكلام سيدنا بحرك يرفع يده، ومن أراد أن نعود للسان ونقف على بعض المعاني يرفع يده. ها ها طيب إيه خلاص طيب خلاص زي الشيخة رفيقة هي التي بادرت بذلك. طيب خلاص احنا هذا ان شاء الله منهجنا اللي احنا سنقف على بعض المعاني على معظم المعاني مش بعضها، لان بعضها ربما اكتفي بمعنى او معنيين او ثلاثة، لكن هنقف على معظم المعاني من اجل ان تتم الفائدة. يبقى جمعنا ان شاء الله بين علمين كما أراد ابن مالك، علم الصرف الأبنية وعلم اللغة اللي هو متن اللغة. ده متن اللغة، هو ده اللي متن اللغة يا أولاد. جيد، يبقى احنا إن شاء الله بإذن الله تعالى بمدد ربنا وبمدد رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنضرب عصفورين برمية واحدة إن شاء الله، وربما ثلاثة عصافير برميات واحدة. جيد إن شاء الله. نستعين بالله. بسم الله بسم الله. قال سيدنا الإمام ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب أي هذا باب، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. نعم. أبنية، إيه الأبنية يا أولاد؟ عايزين نفهم كل حاجة، كل حاجة نفهمها بإذن الله، لا نترك شاردة ولا واردة إلا وفهمناها، لذا العلم على أصوله. وإحنا إن شاء الله وهبنا أنفسنا للعلم، وقبل العلم لله، لأن العلم لله سبحانه وتعالى لا نتباهى به. وفوق كل ذي علم عليم، يعني كلما تعلمت شيئا اعلم أن فوقك أعلم منك، هذا هو. نعم. وأنا قلت لكم قبل ذلك والله أتعلم من طلابي، ربما قال طالب شيئا أتعلم أنا منه، هذا هو. طيب أبنية
أبنية يا أولاد جمع بناء. البناء مرادف لبنية. البناء مرادف لبنية. طيب إيه بقى؟ ما مفهوم البناء؟ أو ما مفهوم البنية؟ إيه معناها في الاصطلاح يا أولاد؟ العلماء تكلموا كثيرا عنها، والشيخ بحرك تكلم عنها، والشيخ حاشيات الرفاعي تكلم عنها، وإلى آخر وإلى آخر. ولكن البناء أو البنية هي الهيئة الصوتية للكلمة، بس الهيئة الصوتية للكلمة. ده تعريف الحمد لله قلته أنا، وهو خلاصة ما قاله أسيادنا العلماء من قبلي. البناء أو البنية هي الهيئة الصوتية للكلمة. أدي معنى البناء أو البنية. قلنا البناء والبنية كلمتان مترادفتان، واضح؟ طيب إيه الهيئة الصوتية للكلمة؟ والله أولا كلمة الكلمة تدخل فيها الفعل والاسم، أو الاسم والفعل، ملناش دعوة بالإيه؟ بالحرف دلوقتي. يدخل فيها الاسم ويدخل فيها الفعل، أدي أول هام. الهيئة الصوتية يدخل فيها إيه؟ يدخل فيها الصوامت. يعني هل الصوامت ثلاثة؟ أم هل الصوامت أربعة؟ مش دي هيئة صوتية؟ مش الباء الكاف والتاء والباء، مش دي هيئة صوتية؟ مش الكاف دي صوت لغوي؟ ولا مش صوت لغوي؟ صوت لغوي. الكاف صوت لغوي، والباء والتاء صوتان لغويان. لكن لو أنا قلت ها ده صوت، لكن مش صوت لغوي، صوت لكن مش ايه، ليس صوتا لغويا، يبقى صوت النائم ده صوت لكن ليس صوتا لغويا، بدليل انك لا تستطيع ان تكتبه. تستطيع ان تكتب صوت النائم؟ ما لا تستطيع. تستطيع ان تكتب صوت الضحك؟ لا تستطيع. الزجر، إذا زجر الحادي الإبل تستطيع أن تكتب صوت الزجر؟ اسمها أصوات. ولذلك النحو عندهم، النحاة عندهم حاجة اسمها إيه؟ اسم الصوت، اسم أسماء الأصوات. في درس في النحو كده سيدنا العصام الدين الأصفرايني شرحه وأسهب فيه في كتابه شرح الفريد. المهم يبقى الهيئة الصوتية تشمل شيئين يا أولاد. الهيئة الصوتية تشمل شيئين. الشيء الأول عدد الأصوات اللغوية في الكلمة. عدد الأصوات اللغوية في الكلمة أهي ثلاثية ولا رباعية؟ هذا أول شيء. طب الشيء الثاني إيه؟ الحركات والسكنات في الكلمة. الحركات والسكنات في الكلمة. هنا كتب، دي الأصوات اللغوية الثلاثة الكاف والتاء والباء، ساكنة ولا متحركة؟ ولا بعضها ساكن ولا بعضها متحرك؟ ده هذا هو الشيء الثاني. يبقى البنية أو الأبنية المقصود بها الهيئات الصوتية للكلمات، الهيئات الصوتية للكلمات. وكلمة الهيئات تجمع فيها أمرين اثنين. الأمر الأول عدد الحروف هي ثلاثية أو رباعية، وبعدين يقول لك الحركات والسكنات. تمام؟ أدي الأبنية. طيب يبقى قوله باب أبنية الفعل. بس الأبنية دي تخص بقى الثلاثة والأربعة والخمسة والستة وهكذا.
لكن هو راح مقيد مقيد قال لك أبنية الفعل. حاضر يا شيخ ياسر الله يفتح عليك، ممتاز. قال لك هنا يبقى بقوله الفعل إضافة أبنية إلى الفعل أخرج الأسماء، أخرج الإيه؟ يبقى هو هيتكلم على إيه؟ أبنية الأفعال. طب الأبنية الأفعال عندنا أفعال ثلاثية يا مولانا، ورباعية وخماسية وسداسية، أليس كذلك؟ طب أنا بتكلم على الأصل، فراح زيك قال زي ما الشيخ ياسر قال، قال لك المجرد، المجرد يعني أخرج بقوله المجرد الأفعال المزيدة فيها، المزيدة فيها، صحيح؟ طب إيه بقى المجرد دوت يا أولاد؟ إيه معنى المجرد؟ قال لك الفعل المجرد أو جرد من الشيء يعني خلع منه الزائد، خلع منه الزائد، هذا هو. طيب المجرد ده مفهومه، ده المعنى اللي انا قلته ده معنى لغوي، لكن ايه المعنى الاصطلاحي للتجريد او للمجرد من الافعال؟ قال لك المعنى اللغه الاصطلاحي هنا هقول انا تعريف، بس التعريف ده فيه مشكل هقوله ان شاء الله. التعريف الزائع الشائع يقول لك ان الفعل المجرد يا مولانا الشيخ فخري هو الفعل الذي تقابل اصوله الفاء والعين واللام، الفاء والعين واللام التي تقابل اصوله الفاء والعين واللام او اللام الثانية او اللام الايه زي مثلا ايه زي دحرجة، هذا هو. طيب التعريف ده زائع شائع عند المشتغلين بعلم الصرف، بتعليم علم الصرف، عند المشتغلين بتعليم علم الصرف، بس عند العلماء يقولك ده فيه مشكل. ليه؟ قال لك لأنه يلزمه الدور، يلزمه الايه؟ ازاي؟ قال لك لأن الحرف الأصلي في تعريفك هذا الحرف الأصلي يعتمد معرفته أو تعتمد معرفته على معرفة الميزان، والميزان يعتمد معرفته على الحرف الأصلي، يبقى دور ألف يعتمد في تعريفي على باء، وباء يعتمد في تعريفي على جيم، وجيم يعتمد في تعريفي على ألف، يبقى في دور أهو دور. يبقى ده في مشكل، في إيه؟ مشكل. طب نعمل إيه؟ يقول لك الحرف الأصلي هو الحرف، التعريف بقى الصحيح الصرفيين قالوا كده، الحرف الأصلي هو الحرف الذي يدور مع الكلمة أينما دارت، يعني كل تصاريف الكلمة لازم يكون فيها الحرف الأصلي، كل تصاريف الكلمة لابد أن ينوجد فيها الحرف الأصلي. يبقى ده متى وجدت الحرف يدور مع تصاريف الكلمة يبقى احكمي عليه لأنه أصلي. بس هنا برضو يرد على هذا التعريف شيء، صحيح ولا صحيح؟ ازاي؟ قال لك فإن تمت عندك مثلا يعد، يعدكم الله، يعد ديت ما فيهاش الواو، ما فيهاش ايه؟ والواو أصلية، يبقى انت يرد على هذا التعريف مثل يعد وهيبة ولم يجري وإرم،
إرم من أمر من الرب. قال لك قال لك صحيح كلامك صحيح، ولكن الذي يحذف لعلة تصريفية لا يعتد به. المحذوف لعلة تصريفية في حكم الموجود أو في حكم المذكور، المحذوف لعلة تصريفية في حكم الموجود أو في حكم الإيه المذكور، بدليل. بدليل يا أولاد، الدليل، قول الدليل يا مولانا. الله أكبر، صحيح، جميل قوي، بس أنا هقول لك دليل تاني. الدليل ده ممتاز. بدليل أنهم يحذفون ما يقابله في الميزان. لولا هذا لأبقوه، أو لو حذفوا حرفا زائدا لم يحذفوا شيئا في الميزان. فهذا دليل على أنه في حكم الموجود. ده دليل على أنه في حكم الإيه؟ بدليل أنك إذا وزنت هبة تقول إيه؟ ما وزن هبة؟ تقول علة بحذف الفاء. فحذفك الفاء من الميزان دليل على وجودها، لأنك حذفت حرفا أصليا من الموزون فحذفت ما يقابله في الميزان، فهذا دليل على وجود. دليل على وجود بالعدمية، يبقى الدليل هنا دليل الوجود. دليل الوجود عدم الوجود، مش المناطق قالوا كده؟ زي عدم العلامة علامة اهو. يبقى عدم الوجود دليل الوجود. ليه يا ولد؟ لأن يا ولد، إذا انعدم الموجود فدليل على أنه كان موجود، صحيح؟ يبقى إيه؟ الموت دليل الوجود. هل يموت معدوم؟ يبقى الموت دليل الايه؟ الوجود، أليس كذلك؟ هذا هو المنطق، وعلماء العقل قالوا كده، علماء العقل قالوا ذلك. يبقى عدم الوجود دليل الوجود، احفظوها قاعدة عقلية منطقية. عدم الوجود دليل الوجود، واضح يا شيخ ياسر؟ فاهم ولا مش فاهم؟ هذا هو. كما أنهم قالوا عدم العلامة علامة، أليس كذلك؟ هذا هو. طيب، يبقى الحرف الأصلي يا أولادي هو الحرف الذي يدور مع تصريفات الكلمة أينما دارت، ولا يحذف إلا لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة تصريفية في حكم الموجود. يبقى هكذا هو المتفق عليه عند أئمة الصرف رحمة الله عليه. أعيد يا شيخ فخري، فاهم؟ أعيد تاني؟ خلاص. يبقى أدب مجرد أهو. فعل المجرد هو الذي كل حروفه أصول، والحرف الأصلي عرفناه خلاص، هو الذي يدور مع الكلمة في تصاريفها أينما دارت. وإذا حذف إنما يحذف لعلة تصريفية، والمحذوف لعلة تصريفية في حكم الموجود. هذا هو، لأن عدم الوجود دليل الإيه؟ الوجود. واضح؟ نعم. وتصاريفي، ايه التصاريف دي بقى يا اولاد؟ اولا كلمة التصاريف، تصاريف جمع تصريف، والتصريف ده مصدر، صرف يصرف تصريفا، وقلنا قبل كده اصلها تصرف، قلنا قبل كده اصلها ايه؟ تصرف، ولكن حذفوا
واحدة من الر وعوضوا عنها بالياء يبقى تصريف، لكي يحافظوا على الايه؟ على الكم الصوتي والكيف، الكم والكيف الصوتي للكلمة، لكي يحافظوا على الكم والكيف الصوتي للكلمة. تصريف تصرف، هي هي لو قطعناها مقاطع صوتية هنجد ان تصريف هي تصرف، ولكن غيروا بس، غيروا في الهيئة الصوتية، يبقى هم بيعملوا كده، ده منهجهم، منهج الصرفيين بيعملوا كده، بيحافظوا على الايه؟ على الكم الصوتي للكلمة، يحفظوها كده وعرفوها. طيب المصادر لا تجمع يا مولانا، المصادر لا تجمع، هكذا أجمع اللغويون. طب هنا جمعها ليه؟ قال لك لأن التصريف هنا المصدر المستعمل في الكلمة دي، في الجملة دي، لا يقصد به المعنى المصدري الاصطلاحي، يعني اللي هو الاسم الحدث، لا ده مش عايز كده. أمال أراد إيه؟ أراد معنى آخر، أراد معنى آخر، وهو أراد التغييرات، التغييرات الطارئة على تصاريف الفعل أو على الفعل. أدي التصاريف أهي، التغييرات. ولذلك هنا الشيخ في الحاشية دي بيقول إيه؟ ها؟ بيقول ايه هنا؟ وفي بعض النسخ قال أبنية الفعل المجرد بدل وتصاريفه، قال وتفاصيله، لأن هو مش عايز المصدر. الحاشية بتاعت ابن حمدون قال لك إيه؟ قال والمراد بتفاصيله مصدر، بقول لك جمع تصريف، وهو مصدر جمعه باعتبار قصد التنويع، يعني وكأنه لا يريد المعنى الاصطلاحي للمصدر، لا يريد المعنى الايه؟ الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ده ملغى، ولكن أراد به معنى آخر، هو التنويع، معاني التنوع. وإلا يعني قال وإلا أو وإن لم يرد هذا المعنى فإن المصدر لا يثنى ولا إيه؟ ولا يجمع. وفي بعض النسخ وتفاصيله بدل وتصاريف، في بعض النسخ الخطية وجدوا إن عنوان الباب باب أبنية الفعل المجرد وتفاصيله مش وتصاريفي، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يريدون المعنى الاصطلاحي للتصريف اللي هو المعنى المصدري، وإنما أرادوا معنى آخر، ومن أجل ذلك جمعوه، سام لهم الجمع، سام لهم الجمع يا أولادي. فهم يا أفيقة؟ بارك الله فيك، قولي أمين. قال باب، نعم يا مولانا، اتفضل. طبعا هل يكون في مثل هذا الاسميه عن المصدريه؟ احسنت، صحيح. الشيخ فخر يقول هل نستطيع ان نقول في مثل هذا الموضع ان كلمه تصاريف وهو جمع تصريف غلبت عليه الاسميه وتلاشت فيه معنى المصدريه؟ الجواب احسنتم، هذا هو واضح. تفضل. جمع المصادر تدل على غلبة الاسمية، هذا
هذه القضية قضية جميلة جدا، وأنا ذكرتها قبل ذلك في العزي، في العزي ذكرتها بتفاصيل قوية يعني بتفاصيل يعني طويلة وهي مسجلة والحمد لله. وأنا أذكركم لعل أحدكم كان موجود، أذكركم بالمثل الذي جئت به، ولما جينا اتكلمنا على اللفيف، اللفيف الايه المقرون، وقلنا زي قوية قوة، وقلنا ان القوة ده مصدر، وبعدين ايه المصدر ده قلنا الاصل فيه لا يجمع ولا يثنى، لانه حدث، والحدث لا يجمع ولا يثنى، أليس كذلك؟ لكن فربنا بيقول إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، فتذكرتم لما قلت الكلام ده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل القوة هنا مصدر؟ قال لك لا، ده مش مصدر، ده القوة هنا غلبت عليها الإسمية، اسم صارت اسما، بدليل أننا نقول القوى أو القوى، وأن نقول قوات، فلما غلبت عليها الإسمية، وقلت لكم من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء الصالحين، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واحد تاني يقول لك وقواتنا، إمام تاني يقول لي كده يقول لك وقواتنا وقواتنا، وبعدين يقول لك وقوانا، زي الشعر ما قال سائروا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض عن أسؤقها وتلف الخيل أعراج النعم، في اليشكري، اليشكري قال البيت ده في العصر الجاهلي، سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا، قوانا هنا دي جمعة، يوم تحلاق اللمم يعني يوم الفرسان والرجال يحلقون اللمم، واللمة هي مقدمة الشعر وما ينزل هنا، ليه؟ لأن هم حيدخلوا حربا ضروسة، فمش فاضيين يهذبوا الايه الشعر، يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض النساء عن أسؤقها، يعني بتمشي بتهرول كناية عن الفرار، وعشان يجروا بسرعة يرفعوا الايه يرفعوا الثياب، فتظهر سيقانهن البيضاء، يوم تبدي البيض عن أسؤقها وتلف الخيل أعراج النعم. الشاهد أن الراجل ده اليشكري دوت راح جمع القوة، جمع قوة قوانا، والراجل الإمام الثاني قال لك ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا، لأنه غلب أو غلب الإسمية على المصدرية، فجاز له الجمع. وقلنا ده ليس على الإطلاق، في لما جينا اتكلمنا في العزي ما قلناش ده على الإطلاق، لكن مضبوطة بضوابط معينة، واضح؟ ارجع للدروس. ها ايه تاني يا شيخ؟ ها ليك سؤال؟ قول يا شيخ معاذ. طيب نعود فنقول قال المراد بالأبنية، نتكلم بقى ايه بعد العنوان، خلصنا عنوان خلاص، في سؤال في العنوان، باب أبنية الفعل المجرد والتصاريف، في عنوان في سؤال في العنوان كده. طيب المراد بالأبنية كونه رباعيا او ثلاثيا، زي ما انا قلت الهيئة الصوتية، والهيئة الصوتية تشمل ايه امرين اثنين، كونه ثلاثيا او رباعيا
وكذلك الحركات والسكنات. قال وبالمجرد ما حروفه أصول كلها. وعرفنا إيه الأصول الكلام ده كله. وسيأتي إن شاء الله باب المزيد فيه إن شاء الله تعالى. قال وأراد بالتصاريف اختلاف أحواله من ضم عين المضارع. نجيت أقول حاجة هنا يا أولاد في تصاريف دي، لأن الشيخ فخري سألني سؤال أنساني هذه الجزئية، وهو إن التصاريف هنا يا أولاد بهذا المعنى الذي ذكرناه والحمد لله هو ده الأصل، لكن هنا أراد بالتصاريف شيئا خاصا وهو حركة العين في المضارع. حركة العين في الايه؟ في المضارع. لأن اسم الفاعل واسم المفعول وما هذا وإلى آخره سيأتي في أبوابه، سيأتي في مكانه من الكتاب. لكن هنا في هذا الموضع أراد شيئا خاصا وهو حركة العين في مضارعه. وإذا قلت حركة العين في المضارع أردت بذلك الثلاثي دون الرباعي، لأن الرباعي ليه وزن واحد ثابت، فعل لا يفعلله، ملوش حاجة غير كده. واضح؟ يبقى هنا كذا زي ما قال بقى سيدنا من ضم عين مضارعه وكسرها وفتحها، أما الأبنية فأشار إليها بقوله. نبدأ في أول بيت من المنظومة في صلب المنظومة. قال سيدنا ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفسح الله له آمين ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ما نقولش بقى زي ما جماعة السلفية يقولوا نفعنا الله بعلومه ويحذفوا به، فيهم خباثة كده، يحذفوا حاجة بسيطة كده بس هم ليهم غرض. زي الشيخ بتاعك ده هقول لك بعدين اسمه عشان ما نقولش هنا على الملأ، يقول لك ايه نفعنا الله بعلومه. طب وفين بيه يا مولانا؟ يقول لك لا ده لا ينفع ولا يضر. هذا هو. طيب يلا يقول لك هنا قال سيدنا ابن مالك رضي الله عنه وارضاه بفعل الفعل ذو التجريد او فعل ياتي ومكسور عين او على فعل. مره ثانيه يا اولادي، بفعل الفعل ذو التجريد او فعل ياتي ومكسور عين او على فعل. واضح؟ مره ثالثه، بفعل الفعل ذو التجريد او فعل ياتي ومكسور عين او على فعل. هذا هو. اولا يا اولاد فعلل، هذه اوزان، فعلل وفعل 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 اوزان محكيه، يبقى الحركه فيها حركه الحكايه. يبقى هي لما اجي اعرف بفعلل اقول الباء حرف جر وفعلل أراد به لفظه لأنه محكي. بفعلل يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من زورية حركة الحكاية. واضح؟ إيه معنى الفعل يا أولاد؟ الفعل طبعا فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير. إيه أصله يا شيخ أفريقا؟ أصله هكذا، الفعل، اكتبوا الأصل يا أولاد، الفعل ذو التجريد يأتي بفعلل. الباء هنا بمعنى إيه يا أولاد؟ سهلة، من يقول؟ الباء هنا بمعنى إيه؟
الله يفتح عليك. قول امين يا ولد. الله يفتح عليك. الباء هنا بمعنى على. الباء هنا بمعنى ايه؟ على. يبقى نعود مره ثانيه. الفعل ذو التجريد ياتي بفعلل، اي ياتي على فعلل. وفعل ومكسور العين او مكسور عين او على فعل، ده ترتيب البيت. مرة ثانية، الفعل ذو التجريد يأتي على فعلل أو فعل ومكسور عين أو على فعل. أدي ترتيب البيت أهو. يبقى طبعا ده مش إعراب، لكن أنا برتب بس الأمور كده. قال يبقى الفعل ده مبتدأ وذو التجريد ده صفته. يأتي ده فعل مضارع والفعل مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، صحيح؟ يأتي على إيه؟ يأتي على فعلل، إذن هو الرباعي. والثلاثي يأتي على أوزان ثلاثة، فعل وفعل وفعل. أدي البيت يا ولد. سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل جدا، صحيح؟ ما فيش أسهل من كده. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. طيب هنا قلت المعنى يا أولادي، أنا ذكر المعنى هنا عندي في حاشيتي أنا، اكتبوا المعنى. الفعل المجرد، الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. الرباعي يأتي على وزن واحد، الرباعي يأتي على وزن واحد هو فعلل. وبدأ بالرباعي لأن الكلام عليه قليل، وبدأ بالرباعي لأن الكلام عليه قليل أو فيه قليل، أي حاجة. والباء في قوله بفعلل، والباء في قوله بفعلل استعملت بمعنى على، استعملت بمعنى على. وأما الثلاثي المجرد فيأتي على أوزان ثلاثة، فيأتي على أوزان ثلاثة هي فعل بضم العين، وفعل بكسرها، وفعل بفتحها. انتهى كلامي. هذا هو معنى البيت يا طلاب العلم، واضح؟ نعم. نأتي إلى قول سيدنا بحرق، قال أي الفعل المجرد يأتي رباعيا على وزن فعلل، وثلاثيا على وزن فعل بضم العين أو فعل بكسرها،
أو فعل بفتحها. فالفعل مبتدأ، هو بيقول لك كده هو مولانا، وذو التجريد نعته، ويأتي خبره وبفعلل في موضع الحال المتقدمة من فاعل يأتي المستتر، يعني يأتي الفعل حالة كونه كذا. وكذا قوله ومكسور عين أو على فعل حالان منه، منه أي من الفاعل، الهاء تعود في منه على فاعل الفعل يأتي، على فاعل الفعل يأتي. ثم قال مثال الرباعي حالة كونه لازما، والفعل اللازم يا طلاب العلم هو الفعل القاصر الذي يقصر عن المفعول ويقتصر على الفاعل، يقصر عن المفعول ويقتصر على الفاعل، اسم الفعل اللازم، يعني يلتزم برفع الفاعل فقط ولا يتعداه إلى نصب المفعول به. مثال الفعل لازما حشرج، هذا هو الفعل الأول الذي ذكره، حشرج عند الموت أي غرغر وتردد نفسه، وتردد أي تردد بين الخروج والإبقاء، أي تردد بين الخروج والإبقاء، يعني إبقاء الروح في الجسد، هذا هو. طيب الآن سنعود إلى اللسان كما يعني اتفقنا على ذلك، يعني قلت أكتب إذا اتفقنا على هذا خلاص. هذه حاشية ذكرتها ونقلتها من اللسان بتصرف طفيف أو بتصرف بسيط لا يخرج الكلام أبدا عن معناه، واللسان موجود وعود إلى اللسان. قال اللسان رحمة الله عليه الحشرجة، هقول المعاني، عندنا ست معاني في حشرجة، وبعدين هنهج نهج ابن جني بقدر استطاعتي، أن لأن ابن جني رحمة الله عليه ونفعنا به وبعلومه كان ينهج هذا النهج، وهو أن يجمع المعاني في معنى عام أو معنيين عامين، ده منهج ابن جني في الخصائص. فأحاول بقدر الإمكان أن أنهج هذا النهج، ولذلك قلت إما أن يكون المرمي عصفورين أو ثلاثة، واضح؟ هذا هو. قال اللسان رحمة الله عليه الحشرجة تردد صوت النفس، وهو الغرغرة في الصدر، إن الإنسان يأتيه الموت، نسأل الله أن يعون علينا سكرات الموت، آمين يا رب العالمين. يحشرج المحتضر، والحشرجة هي تردد النفس بين أن يخرج وأن يبقى، يخرج ويعود وهكذا، هذه الحشرجة. واللسان ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال وفي حديث عائشة حينما دخلت على أبيها، من أبوها؟ سيدنا أبو بكر الصديق، حين الوفاة أو حين جاءته الوفاة، نعم، وحتى رضي الله عنهما، فقالت السيدة عائشة فأنشدت البيت في اللسان، فأنشدت لعمرك ما يغني الثراء ولا الغنى،
لعمرك ما يغني الثراء ولا الغنى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. حشرجت فعل ماضي والتاء تاء التأنيس، والفاعل مستتر تقديره هي، تعود على الأنفاس. إذا حشرجت الأنفاس لأن الحشرجة لا تكون إلا في الأنفاس، فحذفت الفاعل للعلم به أو جعلته مستترا للعلم به. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فسيدنا أبو بكر بيحتضر، فقال لها يا عائشة، قال لها ليس كذلك، ما قلتيه أنت لا يتناسب مع هذا الموقف، وإنما إيه؟ سيدنا أبو بكر قال لها كده، ولكن جاءت سكرة الحق بالموت، وهي قراءة شاذة ترسل لسيدنا أبي بكر الصديق، قراءة سيدنا أبو بكر. وكان أبو بكر كما قال ابن خلوي رحمة الله عليه في كتابه البديع في القراءات الشاذة، قال وهي مكتوبة في مصحفه، كانت مكتوبة كده في مصحف سيدنا أبو بكر، وجاءت سكرة الحق بالموت. ودي قراءة شاذة يا أولادي، واضح؟ انتهى الحديث أو الحوار الذي دار بين سيدنا ستنا عائشة وبين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ده المعنى الأول، تردد الأنفاس عند الغرغرة. المعنى الثاني الذي ذكره اللسان، قال والحشرجة صوت الحمار، والعياذ بالله، إذا خرج من صدره، صوت الحمار إذا خرج من صدره. وبعدين استشهد بقول رؤبة بن العجاج، رجاز من رجاز العرب المسلمين، قال حشرج في الجوف سحيلا وشهق، حشرج في الجوف سحيلا وشهق. هذا هو البيت الذي استشهد به اللسان لرؤبة، حشرج في الجوف سحيلا أو شهق، أو مشواه، أنا أخطأت في النقل، أو شهق، والرجز كله بالقاف الساكنة. المعنى الثالث لحشرجة، قال والحشرج اسم بقى، والحشرج شيء يشبه الحسية، شيء يشبه الحسية، ألف لام حين حاء، ألف لام حاء مكسورة، سين ساكنة، وياء مفتوحة، ياء مفتوحة لأنها مفعول به، الحسية. شيء يشبه الحسية تجتمع فيه الماء. طب ايه هو الحسي يا اولاد؟ قال لك الحسي يا اكرام، قال لك حفيرة صغيرة في ظاهر الارض يجتمع فيها الماء حفيرة صغيرة في ظاهر الأرض. ظاهر الأرض يجتمع فيها الماء. ومنها يا أولاد الإحساء، عارفين الإحساء؟ مكان في 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 الجزيرة العربية، ومدينة الإحساء. الإحساء من هذه جاءت، لأن هذه الأرض قالوا فيها، واللسان قال كده، بس أنا اختصرت الكلام اللسان. إذا حفرت على عمق ذراع
نبع الماء في هذه الأرض، الأرض أرض الإحساء في الجزيرة، إذا حفرت على قدر ذراع نبع الماء في كل هذه الأرض، أرض الإحساء. كنت بشتغل فيها والله. فيها منطقة بيسموها العيون. والله شفت بقى ازاي العربة منتشرة يعني مشهورة بعيون الماء التي فيها. الله أكبر. دي ده الحسي. نعم. اللي هي حفيرة صغيرة يجتمع فيها الماء. زاد بعضهم يجتمع فيها الماء الصافي. زاد بعضهم في اللسان. ارجعوا للسان يا أولاد. تمام؟ طيب. حفيرة قريبة القعر. قال اللسان حفيرة قريبة القعر. يعني مش عميقة. ليست ايه؟ عميقة. نعم. المعنى الرابع، المعنى الرابع لحشرجة يا أولادي، الماء الذي يجتمع في الرضراض، الماء الذي يجتمع في الرضراض، في الرضراض، ألف لام راء ضاد راء ألف ضاد. ايه الرضراض يا اولاد؟ ايه الرضراض؟ ما الرضراض في اللغه؟ الرضراض هو الجدول الصغير، هو الجدول الصغير. طب وايه هو الجدول؟ يعني نهير صغير بنسميها عندنا هنا في عاميه المصريه ترعه، بنسميها ايه؟ ترعه في العاميه ترعه، بس هي اسمها نهير او اسمها الرضراض، لان الماء يسير فيها منسابا وايدا كده، ماء جاري فيه نسمة وفيه عذوبة وصفاء، هذا هو الرضراض. واضح؟ ويشتمل على الحصى، لان لولا الحصى ما صفى الماء، لولا الحصى ما صفى الماء، لأن أصفى الماء هو ماء الماء الذي ينسال من الحصوات أو بين الحصوات، لأن الحصوات دي بتنقيه زي الفلتر دلوقتي، صحيح؟ أقول لك فيه هناك في فلتر هنا بينقي الماء، أو الحصوات والحصيات هي فلتر للماء زمان، اسمه الرضراض. واضح؟ طيب المعنى الخامس، هو الرابع هو الرضراض، المعنى الرابع الماء الذي يجتمع في الرضراض. ده المعنى الرابع. نأتي إلى المعنى الخامس، يعني الحشرجة نفسها هي الماء الذي يجتمع. الماء هو نفسه الماء. الحشرجة الحشرج من غير تاء. الحشرج الماء الذي يجتمع في الرضراض حالة كونه صافيا رقيقا. اللسان قال صافيا رقيقا، لكن أنا قلت حالة كونه. المعنى الخامس يا أثيرة، وهو الكوز الصغير. الحشرج. الكوز الصغير، عارفين الكوز؟ وضعت الكوز الماء في الكوز. ها الكوز، عارفين الكوز ولا لا؟ ها عارفين ولا لا؟ ها ما 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 معنى الكوز؟ لابد قدح. لابد ان نعرفه الاول باللغه الاندونيسيه او باللغه الجاويه عشان نقوله. عارف الكوز؟ قدح. هذا مثل هذا، ولكن مصنوع من النحاس او الحديد او الالومنيوم. الكوز ايوه هذا ده من حديد ومن نحاس، الاصل فيها ان يصنع من النحاس. ما معناه؟ قولي. قول بقى. قولي قولي. له يد؟ لا بيد. الكوز لابد ان يكون له يد. وما معنى الكوز عندكم؟ انتم
أيوة. استاكان. ها؟ استاكان. دي صعبة أوي. بسم الله. شبيه هني. إيه؟ شبيه هني كذا. لما نيجي نطلع شبيه. والله؟ آه. إن شاء الله. بسم الله. قال والحشرج كوز صغير لطيف. وبعدين اللسان يا اولاد خلاص كوز لطيف صغير. اللسان استشهد بابيات جميله جدا لجميل بثينة. لجميل ايه؟ بثينة. هو نسبها، أنا أعرف الأبيات دي إنها لجميل بثينة، ولكن اللسان نسبها لعمر بن أبي ربيعة. نسبها نسبا خطأ، لكن الأبيات كما أنا أعرفها من دراستي أنها لجميل بثينة، ولكن هو نسبها اللسان لعمر بن أبي ربيعة. بيقول جميل بثينة في الأبيات أنه كان يحب جميل بثينة، يعني عاشق لفتاة اسمها بثينة، هذا هو. فبيقول إنه ذهب إليها فقالت له يعني إن لم تخرج من خبائي فسأنادي على أبي وإخوتي. فخرج يعني مخافة أن إيه؟ مخافة أن أهلها، يعني خاف من أهلها. فلما خرج وهم بالخروج تبسمت، فعرف ان ايه؟ ان يمينها يعني ليس على الجاده، يعني هي بتقول بتحلف كده يمينا حنثة، يعني مش يمين معقود، وانما يمين لغو كده. فعاد اليها، ثم طبعا قال انه قبلها ولثم فاها، ولما لثم فاها شرب ريقها. شرب ايه؟ ريقها. وبعدين قال لك هنا كما شبه بقى، شبه شربه لريق بثينة بالإنسان المحموم يعني المريض عنده حمى. يعني الإنسان المحموم بيكون شوقه إلى الماء أكثر من الإنسان المريض، لأن معدته محمومة، صحيح؟ فشبه شربه لريق بثينة حينما لثم فاها، يعني قبلها، بالمحموم الذي يشرب الماء البارد من الكوز. إذا جئت له بماء بارد من الكوز فيشربه بنهم. فكذلك فعل جميل بإيه؟ ببثينة. الأبيات جميلة. قال اللسان قالت، هذا هو بداية البيت الأول، قالت وعيش أبي، بتحلف بعيش أبي، وعيش أبي وحرمة إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي. يعني حلم عليك الدنيا، صحيح؟ بإيه؟ باللغة العامية المصرية. لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خيفة قولها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي، يعني لا حرج، لم تحرجي، يعني لا حرج في يمينها. هو يمين لغو. فلثمت فاها آخذا بقرونها. قرونها يعني زوائبها، زوائب الشعر يعني. فلثمت فاها آخذا بقرونها. الشاهد اهو شرب، ده منصوب على المصدرية. فلثمت شرب، وكأنه يقول شربت شربا. فلثمت فاها آخذا بقرونها، يعني بشعرها وزوائبها،
شرب النزيف. النزيف هو المحمود. شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي. ببرد ماء الحشرجي يعني كما يشرب المحمومة الماء البارد من الكوزي. ببرد ماء الحشرجي. وطبعا الأبيات طويلة جدا والقصيدة معروفة كنا ندرسها في دار العلوم. هذا وهي كلام لإيه؟ لجميل بوسعيد. واضح يا أولادي؟ يبقى ده الشاهد. الشاهد فيه إيه؟ ماء الحشرجي يعني ماء الكوز. قال اللسان: والحشرج في البيت الكوز النقي الرقيق والنزيف هو المحموم. ده كلام اللسان. المعنى الأخير يا أولاد من حشرجة، المعنى السادس والأخير: النقرة في الجبل. الحشرج برضو. الحشرج. النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. النقرة في الجبل. النقرة يعني برضو كده حسي برضو. في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. هذا هو كلام اللسان. انتهى المعاني التي جاء بها اللسان. لو نظرنا إلى هذه المعاني يا طلاب علمي بمنهج ابن جني رحمة الله عليه، وجدنا أن الدلالة أو الدلالات التي تدور حولها الحشرجة أو حشرجة دلالتان: القلة، القلة والصفاء. القلة والصفاء هذا هو. لأن حتى الحشرجة التي تكون عند الموت يخرج معها قليل من الماء من الفم، يخرج معها قليل من الماء في الفم أو من الفم. هذا هو. واضح؟ يبقى المعاني التي تدور معها حولها الحشرجة أو حشرجة أو الحشرج هي القلة والصفاء. واضح؟ هذا هو الجزء الأول أو المادة اللغوية الأولى وهي حشرجة. إن شاء الله نكتفي بذلك القدر اليوم ونكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. هذا المنهج جيد يا أولادي؟ إحنا نعود إلى اللسان كده؟ نعم. خلاص إن شاء الله. تفضل. فكرت. إيه؟ حتى ده كنت يفكرني. بسم الله. اليوم إن شاء الله طبعا الشيخ نجوم أخبرني بأن الشيخ أحمد شفاء أو الشيخ شفاء سيمدح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا كنت أريد أن أنبه على شيء أيضا مثل هذا الذي استشرتكم فيه، وهو خاص بإفهامه جيدا، خاص بمجلس المختصر. مجلس المختصر وهو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ولطفه بنا جميعا أن يعني دائما أحب أن أجمع بين الكتاب الأصلي وبين الحاشية الأشهر حوله. يعني حينما أشرح كتاب مثلا القطر دائما أنظر في حاشية السجاعي، ولو كان في زيادة بجيبه برضه. وهكذا فعلت في الفواكه قبل ذلك، وفعلت في التصريف العزي، فكنت أنقل ما زاد عليه في الحاشية الكبيرة تدريج الأداني. وهذا ربما لاحظتم أو بعضكم لاحظ ذلك.
حتى في المختصر أجمع بين المختصر وبين حاشيات الدسوق، لكن أريد أن أجمع إلى هذين الأمرين أمرا ثالثا، وهو كتاب معاهد التنصيص. فمعاهد التنصيص، فكلما جاءنا شاهد من شواهد المختصر حاولنا أو سأحاول إن شاء الله أن ألملم المعاني والشروح التي حول الشاهد من معاهد التنصيص. لمن يشير؟ معاهد التنصيص. لمين معروف معاهد التنصيص اللي معروف. لمين يا شيخ؟ الشيخ أحمد بن عبد ربي. شرح شواهد المختصر، شرح شواهد التلخيص، معاهد التنصيص، شرح شواهد التلخيص. لسيدنا الشيخ أحمد العباسي. أحمد العباسي. طبعا التي معي وهي طبعا أهديت إلي، طبعا كلها أخطاء. كلها أخطاء. يعني أرجو أن إذا أردت أن تشتري اشتري إيه؟ طبعة أخرى. غير طبعات التي معي. أخطاؤها كثيرة جدا. للأسف يعني. واضح؟ نعم. هذا هو. الذي معكم علام الكتب. نعم. الذي معكم علام الكتب. علام الكتب. علام يبقى اشتري طابعة أخرى. أيوه معاهد التنصيص هذه هي نعم. سيدنا الشيخ أحمد العباسي وحققه الدكتور عبد المجيد آل عبد الله. نعم كلها أخطاء. دي عندي، دي أهديت إلي، فهي أخطاؤها كثيرة، فأرجو إذا أردت أن تشتري اشتري غيرها، اشتري غيرها، فلأنها مع لأن أخطاؤها كثيرة. نعم جيد، في التشكيلات وفي بعض الكلمات وغير كلها يعني أخطاء. طيب فإن شاء الله سنفعل ذلك بإذن الله في المختصر، يعني نجمع بين المختصر والحاشية ومعاهد التنصيص. جيد إن شاء الله.